قدم المحققون الدوليون في قضية إسقاط طائرة البوينغ 777 التابعة للخطوط الماليزية في شرق أوكرانيا قدموا نتائج تحقيقاتهم خلال مؤتمر صحفي عقد بلاهاي الطائرة الماليزية وفقا لما جاء في التحقيق أسقطت بصاروخ من طراز بوك الروسي والذي تم إطلاقه من قرية بيرفمايسكا الواقعة جنوب شرق بلدة سنيجني بدونيتسك وهذه المناطق يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا واكد الخبراء الدوليون الذين ينتمون الى 12 دوله حول العالم ومن بينها اوكرانيا وهولندا وماليزيا ان الصاروخ الروسي من نوع بوك تم جلبه من روسيا وبعد الحادثه اعيدت منصته اليها وفي ذات السياق استبعد المحققون تماما فرضيه الهجوم من الجو كما تم خلال المؤتمر الصحفي عرض تسجيل لمحادثات الانفصاليين في ذات اليوم حيث ناقشوا الوضع الصعب بالمنطقة وتغييرات القوات الأوكرانية كما ذكروا معلومات حول تلقيهم صاروخ بوك. هذا ويوجد لدى المحققين قائمة من مئة شخص مشتبه بهم في قضية إسقاط الطائرة البوينغ للتذكير فإن طائرة البوينغ الماليزية من نوع بوينغ 777 تم إسقاطها في السابع عشر من يوليو 2014 في منطقة الصراع المسلح بمنطقة دونيسك حيث كانت في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور وعلى متنها 298 راكبا لقوا حتفهم جميعا اليوم تجمع لدينا ما يكفي من الادله حول السلاح الذي استخدم في اسقاط الطائره والاهم من ذلك المنطقه التي انطلق منها هذا السلاح التحري عن الجنات يتطلب المزيد من الوقت نتائج التحقيق في القضيه الجنائيه اثبتت ان الطائره اسقطت بواسطه نظام دفاع جوي